دي شقة داخل مجمع أوركا لايف، 3 غرف وصالة مع مطبخ منفصل مع 2 حمام مع غرفة لغسالة الملابس. أنا أول ده عندي هنا، ده المدخل، هي في الطابق التاني. في الطابق بيجي عندي شقتين، طبعا أنا عندي مصعد موجود. أول ما بدخل فيه عندي في الوش ده مطبخ، وبعد كده صالة، والحلو الغرف النوم معزولة عن الصالة والمطبخ. خلينا نبدأ الأول هنا، ده كده دولاب المطبخ، والمطبخ بيجي معاه بلكونة صغيرة، لسه بلكونتي كبيرة، تيجي مع الصالة، تيجي زاوية ومساحتها كبيرة. زي ما قلتلكوا ده كده شكل دولاب المطبخ، بيجي فرن بوتاجاز شفاط، اطالتها بسيطة جدا على البحر وعلى المدينة زي ما انتم شايفين. دي الاطالة بتاعتها، حلو الاطالة بتاعتها مفتوحة، يعني مفيش قدامي بلوك، اقرب بلوك بعيد عني. وعندي هنا الخدمات، مثلا العاب اطفال وملعب، لو عندنا في اولاد ولا حاجة يبقوا قريبين مننا. وفوق كده عندي ده حمام السباحة، بنطلع له من الجنب من هنا على حمام السباحة. نيجي بعد كده عندي هنا ديت الصالة، الصالة مساحتها كويسة كبيرة، طبعا انا عندي وصلات تكييف جاهزة، التدفئة بتاعت تدفئة ارضية، عندي شباك كبير مفتوح، الطلة بتاعته مفتوحة زي ما انتم شايفين. بالليل المدينة دي بتبقى منورة وتبقى كويسة. دي هنا بقى البلكونة، عندي البلكونة دي نقفلها ازاز بحيث ان ممكن نعمل الجزء دوت جلسة. انا عندي هنا السكيورتي، ده هنا اهو السكيورتي بتاع المشروع، عندي هناك ده سوبر ماركت صغير مش كبير بس سهلة، يعني بحيث ان احنا ندخل نركن نطلع على البلوك على طول. دي كده مساحة البلكونة، وهنا دي غرفة هنروح لها دلوقتي. نيجي بعد كده زي ما قلتلكوا هنا غرف النوم مع الحمامات. خلينا نبدأ الأول، دي أول غرفة مساحتها كويسة، تشيل سريرين. دينا هنا غسالة ملابس، ممكن نعملها حمام صغير مفيش مشكلة. دي غرفة رقم 2، شباك جانبي وتخرج على البلكونة اللي كنا فيها. هنيجي بعد كده عندي هنا ده حمام، هناك نقدر نحط الغسالة، وصلاتها موجودة. نيجي بعد كده دي الغرفة الماستر، عندي الحمام وعندي مكان لدولاب الملابس، ده الحمام الخاص بيها زي ما قلتلكوا. عندي هنا دوت كده، هنا ده السكيورتي. بنخش من المجمع نركن السيارة نطلع على بلوكة على طول، دخلتها جدا سهلة. ودي بلكونة صغيرة جدا، صغيرة جدا بحيث بس نقدر نقف فيها كده. وهناك مكان للدولاب، طبعا مكان التجهيز موجود، مكان للدولاب الملابس. شقة حلوة، مساحتها حلوة، تقسيمتها ممتازة، وموقعها مميز الصراحة، يعني سهلة جدا من السكيورتي، من المدخل. مشروع أوركا لايف كبير، فبالتالي الدخلة بتاعته شوية بتبقى صعبة لو ناس بلوك بتاعها بعيد، دي بلوك بتاعها جدا سهل، وقدامها كمان مفتوح، وجنبي برضو الخدمات بحيث لو عندنا أولاد أو حاجة.